يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم دايما على شاشه النادي الاهلي، ومع حضراتكم دايما في السادسه بنبدا حلقه جديده. تحياتي بدايه لكل اللي بيتابعونا النهارده، وطبعا انا عارف ان الناس كلها الكلام على مواجهه بكره في بطوله كاس العرب بين مصر وتونس، وبالتاكيد هنفرد مساحه كبيره للكلام على المباراه المنتظره. بس اسمحوا لي في الاول اتكلم على الانطباعات الجديده. انا بشوف الحقيقه ان النسخه اللي احنا بنتابعها وتابعناها الحقيقه مش بس، اعتقد ان جمهور الكره في مصر مش بس اكتفى بمتابعه ماتشات منتخب مصر، في ماتشات كتيره كانت يعني محط انظار الجماهير الكره في مصر، منها على سبيل المثال المغرب والجزائر، الامارات وقطر وغيرها من الماتشات. لكن ليه بقول انها بطوله الانطباعات الجديده؟ لانه الحقيقه خلينا نقول ان الكره العربيه بتكتب تاريخ جديد في بطوله فيفا كاس العرب. ليه بقول الكلام ده؟ لانه في انطباعات كانت او توقعات ما قبل البطوله اعتقد انها اختلفت بشكل كامل، واحنا على بعد ايام من ختام بطوله كاس العرب. ايه هي الانطباعات دي؟ اولها قدره الدول العربيه، قدره اثبتتها مصر قبل كده الحقيقه في تنظيمها لبطوله كاس الامم الافريقيه في 2019، واكدتها قطر في استضافتها لكاس العرب 2021. بتقول انه الدول العربيه ببنيتها التحتيه بكوادرها البشرية قادرة أنها تنافس أكبر دول العالم في تنظيم البطولات الكبرى. واحد. اتنين، الحساسيات اللي كنا بنشوفها وبنعيشها وحالة التوتر دايما كانت بتبقى محسوسة أو ملموسة في أي لقاء عربي، أعتقد أنها غابت بشكل كبير. ثقافة الشباب العربي، ثقافة المشجع العربي اختلفت جوه الملعب وفي المدرجات، وده شفناه الحقيقة في مشهد ما تعودتش أنا أشوفه في أي لقاء عربي قبل كده، أكدته بطولة كأس العرب في تونس. استمتعنا بحالة الدمج اللي كانت حاصلة بين الجماهير في المدرجات، كل واحد بيشجع، كل واحد بيحتفل، روح رياضية حاضرة بشكل كبير جدا في مدرجات وعلى أرض الملعب، ومفيش مثال على ده. يا جماعة الرياضة دايما واحدة من أهم أهدافها هي أنها تعلم الناس أنها ترتقي بمشاعرها وبفكرها وبثقافتها. وأنا إلى حد كبير زي كتير من الناس كنت متخوف قوي قبل مباراة أو مواجهة المغرب والجزائر، النتيجة لأنه في حساسيات، في توترات على المستوى السياسي في الفترة الأخيرة بين الدولتين، وشفنا يمكن ترجمة لده في بطولة أفريقيا لكرة اليد وانسحاب الجزائر وإلغاء البطولة أو تأجيلها. توقعت أنه إلى حد ما يكون في توتر في المباراة دي، وعلى الرغم من ده شفت حالة من حالات الود والاحترام الكبير جدا بين الأشقاء، بين المغاربة والتوانسة، اللي ممكن يكون في وقت من الأوقات خلاف بيننا أو اختلاف في وجهات النظر، لكن في النهاية بتجمعنا حاجات وقواسم كتيرة جدا مشتركة، وده ظهر بشكل كبير. روح عالية جدا بين اللاعبين في أرض الملعب رغم حدة المنافسة ورغم رغبة كل فريق في أنه يوصل للدور التالي. كمان الحقيقة الكرة العربية بنشوف بطولة كنا متوقعينها تكون متوسطة فنيا، نتيجة لغياب أكبر الأسماء في عالم الكرة العربية، هم طبعا المحترفين العرب اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، وبالتأكيد وجودهم كان هيكون إضافة قوية جدا لمستوى البطولة. ورغم كده الحقيقة ما أعتقدش إن احنا ما استمتعناش وما شفناش كرة حلوة وكرة ممتعة بتقول إنه الكرة العربية قادرة جدا وجاية بإذن الله. بالمناسبة واحنا بنتكلم على مباراة بكرة طبعا بتفصلنا عنها يمكن 23 ساعة، الساعة 5 بكرة بتوقيتنا في القاهرة هيكون لقاء ومواجهة مصر مع تونس. خلينا نسأل حضراتكم العلامة الكبيرة، علامة الاستفهام الكبيرة في تشكيل منتخب مصر، هو مين اللي هيقود هجوم منتخب مصر في مواجهة تونس؟ من الأقدر بقيادة هجوم المنتخب أمام تونس غدا؟ ده سؤالنا على السوشيال ميديا، على صفحاتنا طبعا الأهلي تي في، على الفيسبوك، على تويتر وعلى انستجرام. نسمع صوتكم ونستعرض إجابتكم على مدار الحلقة. نبدأ حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعناوين. المنتخب المصري يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب. الأهلي يستأنف تدريباته بمحاضرة ومران بدني استعدادا للسوبر الإفريقي. دكتور أبو عبلة يكشف تطورات إصابة أيمن أشرف. اتحاد الكرة المصري يفتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس جديد. وأجويرو يحسم مستقبله في الملاعب غداً.